إيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي، وهو ما يقتضي أولاً حضور جميع الأطراف المعنية بعملية السلام بما فيها سوريا ولبنان، والتوصل إلى اتفاق إطار واضح لا لبس فيه ولا غموض وغير قابل للتأويل بشأن جميع قضايا الحل النهائي وملفاته المختلفة. هذا هو حديث رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن اليوم، لكن كما يظهر عليه القلق الشديد بشأن القمة القادمة ومستقبلها، لأن حماس تهدد بأنها سوف تقوم بعملية كبيرة في دولة إسرائيل، وهذا من شأنه أن يسبب الضرر الكبير لهذه القمة. أبو مازن في الأيام الأخيرة ينشر الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، في طول كرم، في جنين، وفي نابلس، وفي بيت لحم، من أجل منع حماس بالدخول إلى إسرائيل والقيام بعملية كبيرة. على ما يبدو أبو مازن لديه معلومات سرية بأن حماس سوف تقوم بهذه العملية، وقادة حماس مثل خالد مشعل سوف يلتقوا بالرئيس الإيراني أحمد نجاد في الأيام المقبلة. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو النقاش الذي سوف يكون في هذا اللقاء؟ هل هو تخطيط لعملية كبيرة ضد إسرائيل؟ لكن على ما يبدو أبو مازن ولأول مرة وبشكل رسمي متأهب لحماس، ويقوم بالتفتيشات داخل بيوت حماس وكذلك اعتقالات في الشوارع. عامل من السياسة الفلسطينية قال لإنفو لايف تي في بأن نعم هناك نشر قوات مكثفة في المناطق الفلسطينية، والشباك قال لإنفو لايف تي في بأن نشر القوات غير كافي لمنع هذه العملية. يجب الذكر في نهاية الأمر بأن حماس يحاول جديا منع قيام القمة التي سوف تكون في الشتاء المقبل في شهر نوفمبر ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.